مع بدء اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، ما زال الحصار الإسرائيلي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويحد من قدرته الشرائية وتوفير احتياجاته الأساسية، فلا إقبال على الأسواق لارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر والبطالة أيضا، والتي غابت معها أجواء الاستقبال. في الشغل عندنا في الوضع في الشغل، وفيش مثلا الدخار، فيش الدخار، كل واحد يعني كل واحد العامل اليوم وضعه صعب، يعني الوضع شبه مأساوي، لكن الحمد لله رمضان هو رمضان الخير، رمضان الخير، يعني على الأقل الناس بتفرح في رمضان لأنه في أجر. وداخل مقر الصليب الأحمر الدولي تعالت الهتافات الداعمة للأسرى في معركة تحمل اسم الحرية أو الشهادة، والتي ستبدأ في أول أيام شهر رمضان، وسيخوض خلالها الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام. الجميع منا يحضر كيف يستقبل رمضان، ونقوم بشراء المأكولات الشهية، والأسرى يخططون لمعركة العز والكرامة والشموخ والتعدي، معركة نعم لألم الجوع ولو ألف لا لألم الركوع. أنا أم قد بدي أحكي لك تعجز الكلمات عن وصف شهر ناحية أبنائي، أنا ما أخفيش عليك، أنا خايف عليهم، لكن أنا بكفش في طريقهم وفي تحقيق إنجازاتهم. احنا بدنا اولادنا يروحون احياء مكرمين، ما بدناش اولادنا يروحون جثامين. والفلسطينيون يستعدون في رمضان للدفاع عن الاقصى من اقتحامات المستوطنين، والتي ستزداد خلال الشهر الفضيل، وستزيد معها ايضا حاله الغليان، وتقترب اكثر ساعه المواجهه الشامله. نحن متأكدون بأن إسرائيل ستستمر باستفزازاتها ضد المسلمين في شهر رمضان، ولكننا نؤكد أننا أقوياء وبإرادتنا سنستطيع أن نتصدى كما تصدينا في السابق. فالانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمقدسات الإسلامية ستكون هي الوقود الذي يشعل الشارع الفلسطيني ويزيد من حدة المواجهة ضد الاحتلال. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.